هاي ذكرني في طرفة كنا يسأل هو يقول واحد صلى خلف الإمام ولكنه بعيد عن الإمام لزحام المسجد وما يسمع التكبير فسجد السجدة الأولى ثم رفع وما سمع الإمام يكبر للسجدة الثاني ما انتبه للإمام يسلم فسلم مع الإمام بسجدة واحدة في ركعة الأخيرة هكذا. إيه نعم هاي ذكرني في طرفة كنا في الحج أو في الطريق إلى الحج كنا مسافرين بر الحج كنا حملة فالمهم صلينا الظهر والعصر جمع تقديم ومرتاحين مريحين في مجموعة تأخروا في الوضوء وكذا فجوا يصلون لحالهم اثنين تقريبا فصلوا اثنين أثناء الصلاة جاء ثالث فسوى سحب اللي بجانب الإمام صاروا اثنين وراء الإمام والإمام معه احنا جالسين في الخيمة نفسها فقام طالع من اليمنى فاللي حصل ايش سجد الإمام السجدة الأولى من ركعة الأخيرة سجد السجدة الأولى سجدوا معه ثم رفع ولم يكبر احنا قاعد نشوفه رفع من السجود جلسة ما بين السجدتين ما قال الله أكبر هذول مساكين ساجدين ثم سجد مرة ثانية زين ثم بعد ذلك رفع قال الله أكبر رفعوا هم الحين سجدوا ايش سجدة واحدة هو رفع شوي تي وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلموا معه فواحد منهم قال حق الشيخ قال له الشيخ ترك سجدت سجدة واحدة قال لا سجدت سجدتين ركعة الأخيرة قال سجدة واحدة يا شيخ قال لا سجدت سجدتين قالوا ما سمعناك كبر قال ظنيت أنكم مشيتوا شنو مشينا قاعد صلوا وراك قال لكم مشيتوا وضعتكم مشيتوا قاعد صلوا وراك شو مشينا يعني فالمهم صار حتي بينهم وكذا فالمهم طبعا يعيدون الركعة إذا كان الوقت قريب وإذا كان الوقت بعيد مثل ما يسأل الآن سعدون لا تعاد الصلاة كاملة إذا تذكر الإنسان فاته ركن والوقت قريب يعيد الركعة فقط أو الركن نفسه أما إذا كانت المدة طويلة تعاد الصلاة كاملة والله العالم